بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله في المحاضرة رقم 9 في استكمال اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في ديزاين أو كيفية تصميم البلاطات الخرسانية المسلحة، زي ما استعرضنا مع مرة المرة اللي فاتت مع بعض إن البلاطات ليها أنواع مختلفة، زي ما شوفنا في السوليد سلاب اللي هي البلاطات المصمتة، وديت بلاطات مرتكزة على أعمدة، وتبقى البلاطة كلها عبارة عن خرسانة. قلنا إن البلاطة ديت بتبقى اقتصادية ومميزة لو البحور، ونقصد هنا بالبحور اللي هي المسافة بين الأعمدة من 3 لـ5 أو 6 متر، بتكون البلاطة مناسبة لأن سمكها بيطلع أقل من 16 سنتي، وقيمة السمك 16 دوت بيفصلنا بين إن إحنا نحتاج إن إحنا نحط شبكة علوية في البلاطة من عدم. لو زادت البحور عن كده بتبقى غير اقتصادية، مش ما تنفعش. تنفع يعني، ممكن أعمل سوليد سلاب 20 سنتي، 22، بس 18، بس في الوقت ده هضطر احط لها شبكة سفلية وشبكة علوية، فتكلفتها بتبقى عالية، فما بتبقاش حل مرغوب فيه اقتصاديا. فبنبدأ نفكر على حلول بديلة، فقلنا في بدائل تانية زي الهولو بلوك، ان انا البلاطة بتاعتي لما سمكها يزيد ووزنها يتقل وتحتاج شبكتين، ممكن اغير السيستم من ان انا بدل ما اعملها كلها خرسانة اعمل منها جزء خرسانة وجزء من البلوكات. زي ما احنا عارفين ان القمة البلاطة عليها بندنج مومنت، ففي ناحية فيها شد وناحية فيها ضغط. الناحية اللي فيها الضغط انا بستخدم الخرسانة لمقاومة الضغط، الناحية اللي فيها شد اللي بيشتغل معايا الايه، الحديد. فالناس فكرت وقالت ان احنا نستبدل الخرسانة اللي في منطقة الشد ببلوكات خفيفة، بحيث تكون وزنها خفيف فيقلل حمل البلاطة، وفي نفس الوقت يكون تكلفتها قليلة. ونبدأ نعمل ربات ما بين البلوكات زي ما شفنا المرة اللي فاتت، ندفن فيها الحديد اللي احنا بنقول عليها الأعصاب أو الريبس. لو البحور زادت عن كده بنلجأ لحاجة اسمها البانل دي بيم، ودي قلنا بنشوفها في القاعات الكبيرة زي المسارح أو الجراشات أو مواقف السيارات. وفي النوع الرابع اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت اللي هي البلاطة اللا كمرية أو البلاطة المسطحة اللي هي الفلات سلاب، ودي عادة بتستخدم في المباني اللي أنا متوقع إن أنا أعمل تعديلات معمارية في المستقبل فيها، لأن أنا ما برتبطش بكمرات في مكان الحوائط، أقدر أهد الحيطة من هنا وألقنها من هنا، زائد إن هي برضو بتقلل لي ارتفاع الدور. أنا بحتاج ارتفاع الدور 3 متر أو 23 عشان بعد سقوط القمر يبقى عندي سماحية في الهيد إن أنا أعمل الأبواب بتاعتي. فلو أنا ما عنديش قمر بقدر أقلل ارتفاع الدور، وبالتالي أقدر أزود عدد الإيه، الأدوار. فاستعرضنا مع بعض بالصورة ديت المرة اللي فاتت وبالصور أنواع البلاطات المختلفة من حيث البيهيفير أو التصميم بتاعها. قلنا ان احنا الترم دوت هندرس مع بعض البلاطات اللي هي السوليد سلاب، فاحنا النهارده هنبدا مع بعض في اناليسيس اند ديزاين اوف سوليد سلابس اللي هي تصميم وتحليل انشائي للبلاطات المصمته. سوليد سلاب يعني البلاطات الايه، المصمته. طيب، زي ما احنا قلنا او تناولنا مع بعض من بدايه الترم ان انا عشان اعمل ديزاين لأي عنصر خرساني، مش بس عنصر خرساني، أي منشأ أو أي إيليمنت في منشأ، حتى لو المنشأ ده ستيل أو خرسانة أو خشب باختلاف الماتيريال اللي ممكن أستخدمها في عملية البناء، ففي خطوات ثابتة لازم أمشيها عشان أوصل للمحصلة أو النتيجة بتاعتي اللي هي عبارة عن القطاعات اللي أنا محتاجها وقيم التسليح. قلنا أول خطوة طبعا إن أنا ببدأ أحط statical system، نظام إنشائي،
أضمن فيه الأمان، إن الأحمال تنتقل بشكل آمن من العناصر بالتدرج وصولا للأعمدة اللي هي هتوديها للأساسات ومنها للتربة الطبيعية. الخطوة التانية إن أنا أبدأ أحسب اللودز، الأحمال على العناصر بتاعتي، وطبعا بالتدرج من العنصر اللي متشال للعنصر اللي إيه اللي شايل، يعني من البلاطة للكمرة ومن الكمرة للإيه للعمود، يعني لو إحنا بنتكلم على المنشآت بتاعتنا. بعد ما بحسب الأحمال، الخطوة التالية للكلام ده إن أنا أجيب الانفعالات أو القوة الداخلية في العناصر اللي هي الستريننج أكشن. شفنا في الكاميرات كنا بنحتاج نحسب المومنت والشير، هنا في البلاطة بحتاج أحسب المومنت بس، مش عشان البلاطة ما فيهاش شير، لا فيها شير، بس إحنا زي ما اتعرفنا إن الشير بيتشال بالخرسانة، ولو الخرسانة ما قدرتش تشيله لوحدها بكمل بالحديد، وأنا عندي البلاطة كتلتها الخرسانية كبيرة فهي أوريدي بتشيل الشيل لوحدها من غير الاحتياج لإيه لاستخدام حديد مخصص لتحمل قوة الكسر. عشان كده هنا ما بنشغلش بالنا بالإيه بالشير، إحنا بنبقى محتاجين البندنج مومنت دايجرام بس في البلاطات. بعد كده بعمل ديزاين للسكشن أندر إم، ونفس المعادلات اللي احنا استخدمناها في الكاميرات اللي هي السي 1 والجي هنستخدمها هنا في الايه في البلاطات. اي قطاع اندر مومنت بستخدم له القوانين لو انا هحل بالفيرست برينسيبل او التشارتات، زي ما احنا قلنا ان احنا هنستخدم التشارتات في حل المسائل، فبنفس الايه التشارت والمعادلات بتاعته بنحل الايه البلاطه او القطاعات الحرجه في البلاطات. واخر خطوه طبعا ان انا ارسم الايه الديتيلز اللي توضح لي القطاعات الخرسانية وقيم التسليح. طيب البلاطة السوليد سلاب ممكن يكون شكلها مستطيل، يبقى احنا هنتعرف هنا على انواع السوليد سلاب من حيث الشكل. عندي البلاطة مستطيلة يعني طولها اكبر من عرضها بنسبة، بنقول عليها دي مستطيلة. لو الطول بيساوي العرض بنقول مربعة، وحتى لو مش متساويين بس النسبة بينهم مش كبيرة أقل من 2 فبنقول عليها بلاطة إيه مربعة، لأن البلاطة المستطيلة حملها هينتقل في إيه في اتجاه واحد، ودي بنقول عليها الوان واي زي ما هنشوف شوية كده، يعني حمل البلاطة كله بيمشي في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه القصير. لو البلاطة نسبة استطالتها مش عالية في جزء من الحمل بيروح في الاتجاه القصير بنسبة اسمها ألفا، وجزء من الحمل بيروح في الاتجاه الطويل بالنسبة اسمها ايه بيتا. في طبعا ممكن الاقي اشكال تانية، ممكن الاقي البلاطة على شكل مثلث، ممكن الاقيها على شكل شبه منحرف، بس دي عادة بيبقى ليها سيكونس مختلف في عملية التصميم. احنا الترم دوت اللي هنتطرق ليه هي البلاطات الايه المربعة، البلاطات الايه المستطيلة. ممكن تكون البلاطة على شكل دائري زي ما احنا شايفين زي بلاطات الخزانات، تمام. احنا الترم ده زي ما قلنا هنشتغل مع بعض تصميم البلاطات الخرسانية المصمتة الايه المستطيلة والايه والمربعة. اول حاجة البلاطة المصمتة هي بلاطة يبدأ سمكها من 10 سنتي، الكود بيقول لك المينيموم سيكنس ليها 10 سنتي، طبعا هو مداش ليها ماكسيموم، بس احنا زي ما قلنا ان لحد 16 سنتي بتكون اقتصادية، اكتر من كده ممكن ابدأ افكر في استبدال السيستم بتاعي من سوليد سلاب لنوع ايه تاني. طبعا في البيوت القديمة او المنازل اللي هي اللي مبنية من زمان او في القرى بيبقى البلاطة بتاعتي سبورتت على حوائط، ده مباني بنقول عليها حوائط حاملة. طبعا دي مش ايه مش قصتنا الترم ده خالص، لكن احنا بنصمم المنشآت الهيكلية اللي هي الحمل بيتنقل للقواعد ومنه للتربة عن طريق أعمدة، لكن اللي هي الحوائط الحاملة بتنتقل عن طريق ايه حوائط بنقول عليها حوائط ايه حمل. عادة البلاطات المصمتة بنستخدمها في المساحات اللي هي بتصل ل 36 ايه متر مسطح، يعني حتى بحد أقصى بلاطة 6 في 6 يعني معنى كده. طيب
زي ما قلنا طبعا البلاطة لو هي سيمبل هيبقى عليها بيندنج مومنت، المومنت ده بيشد في ناحية ويضغط في ناحية، فأنا طبعا بيبقى مطلوب مني إن أنا أعمل ديزاين أندر إم، وزي ما هنشوف في الكورسات اللي بعد كده المفروض إن أنا برضو أعمل حاجة اسمها تشيك ديفليكشن، إن قيم الترخيم اللي هتحصل في البلاطة تكون أندر كنترول، بحيث إن المستخدم للمنشأ ما يحسش بقيمة الديفليكشن دوت، فيعمل له ازعاج ويعمل مشكله في استخداميه الايه المنشا. طيب عشان ابدا اصمم زي ما قلنا ان انا عندي الخمس خطوات اللي انا لسه قايلهم، بس احنا هنستثني منهم خطوه الاستاتيكال سيستم، على اساس ان انا قلت لك الاستاتيكال سيستم هيجي لك جيبن، بس انت المطلوب منك انك تعرف تقراه، تعرف مين اللي شايل ومين اللي متشال في الكاميرات، البلاطات متقسمه هتبدا تسميها، وبعد كده هتتعرف على كل واحدة نوعها ايه عشان تعرف الحمل بتاعها هيتنقل ازاي، في اتجاه واحد ولا في اتجاهين. يبقى الخطوة الأولى إن أنا هبدأ أحسب اللود، طبعا اللود زي ما احنا اتعودنا جزء منه ديد وجزء منه ايه لايف، طبعا لأن احنا شغالين الترم ده كل شغلنا على الأحمال اللي في اتجاه الايه الجاذبية، ما تطرقناش للأحمال الجانبية والأحمال الخاصة. بعد ما بحسب ال W dead وال W live بحسب ال W ultimate slab. ال W ultimate slab ديت هتتوزع في البلاطة، إما هتروح كلها في اتجاه واحد أو جزء منها هيروح في الاتجاه القصير وجزء هيروح للاتجاه الإيه الطويل، ده ديبند على نوعية البلاطة. يبقى بعد ما هحسب الحمل هعمل لود ديستريبيوشن، غير اللود ديستريبيوشن اللي احنا عملناه في الكاميرات. اللود ديستريبيوشن بتاع الكاميرات كنت بشوف حمل البلاطة هيتقسم ازاي على الكاميرات اللي حواليها، لكن هنا انا عايز اعرف حمل البلاطة نفسه هيمشي في انهي اتجاه عشان ابدأ احل الاتجاهات اللي فيها الاحمال. هو مصيره او مساره اما في اتجاه واحد لو البلاطة one way، وفي الاتجاهين لو البلاطة ايه تو واي بنسبة الفا وبيتا، ايضا نسبة الفا وبيتا غير الفا وبيتا اللي احنا استخدمناهم في الكاميرات. الفا وبيتا اللي استخدمناهم في الكاميرات كانوا بيحولوا لي الحمل من نون يونيفورم لحمل يونيفورم، اما الفا وبيتا بتوع البلاطة دولت بيوزعوا الحمل قد ايه هيمشي في الاتجاه القصير وقد ايه هيمشي في الاتجاه الايه الطويل، وطلع دولت طبعا ليهم جدول شفناه، ودولت ليهم جدول تاني موجود في الكود هنشوفه مع بعض شوية كده. بعد ما عرفت الحمل في انه اتجاه هقدر احسب البندنج مومنت دايجرام. هنا في البلاطات بناخد شرايح، يعني ايه شرايح؟ يعني انا لما باجي احل البلاطة بتاعتي 5 في 5 او 5 في 6 ما بحلهاش على بعضها، ببدأ اخد شريحة في اتجاه الخمسة وشريحة في اتجاه الست، الشريحة ديت بناخدها 1 متر، بحسب الحمل عليها واجيب المومنت واحسب الحديد، يبقى الحديد اللي انا حسبته اللي قال ايه ل1 متر، طب المتر اللي بعده هحط فيه نفس الحديد، المتر اللي بعده هحط فيه نفس الحديد، يبقى انا باخد متر من البلاطة. طبعا انا وانا بحسب الحمل باخد متر في متر، عشان كده الحمل بنحسبه طن لكل متر مسطح. بعد كده عشان اجيب الاسترنينج اكشن باخد شريحة 1 متر في اتجاه الحمل، يبقى لو البلاطة 1 واي هاخد شريحة واحدة، 2 واي يبقى هاخد شريحتين، شريحة في اكس وشريحة في واي، وهرسم المومنت. بعد ما هرسم المومنت بقى عندي اقصى قيمة عزم هبدأ اخده واصمم عليه عشان اجيب الاريا ستيل واتشيك على التي اس اللي انا هكون فرضتها في الاول عشان احسب الايه الاحمال. طبعا اخر خطوة ان انا هبدأ ارسم التفاصيل بتاعت الحديد بسكيل مناسب، بسكيل مناسب. اول خطوة اللودز، زي ما احنا قلنا ان الاحمال اللي موجودة على البلاطة ديد ولايف، الصورة اللي قدامنا بتوضح ان انا باخد شريحة 1 متر في 1 متر، لان انا البلاطة مساحتها كبيرة، الاحمال اللي في المتر ده غير ده غير ده، طب انا هاجي احل ازاي؟ باخد متر في متر واشوف اقصى حالة تحميل ممكن يوصل لها، وبعد كده بعممه على البلاطة ايه كلها. يبقى الحمل اللي على البلاطة اول حاجة الاون ويت اللي هي وزنها، تاني حاجة زي ما احنا شايفين الفلورينج كفر اللي هو عبارة عن الرمل والمونة والبلاط اللي انا هستخدمه للتشطيب،
بعد كده عندي اللايف لود اللي هي اوزان المستخدمين والاساس اللي موجود ايه اللي موجود عندي. يبقى انا باخد شريحة مساحتها متر في متر، احسب عليها الاحمال المختلفة الديد واللايف، واعمم الكلام ده على بقية الايه البلاطة. اول جزء اللي هو الديد لود اللي هو هيساوي الاون ويت زائد الفلور كفر. قلنا الاون ويت عبارة عن الفوليوم في الكثافة، فانا واخد متر في متر لبحسب الحمل لكل متر مسطح، فهقول واحد في واحد في السكنس تي اس في الجاما كونكريت اللي احنا حافظينها ب2.5 طن على المتر الايه المكعب. طبعا متر في متر هيروح، يبقى انا عندي تي اس في جاما كونكريت زائد الفلور كفر. طبعا التي اس ممكن تكون 12 14 15 16 18 وهكذا. دايما لما باجي اختار التي اس بتاع البلاطه بختار رقم زوجي او الرقم الفردي اللي فيه 5، يعني ممكن تبقى 10 12 14 15، ما قلتش 11 13 ليه؟ لان انا الخشب الرصانه اللي بيتحط في الجنب عشان الراجل يصب ليه مقاسات ستاندر، فانا مش هقدر اعمل اي رقم فردي ما فيهوش 5، لان انا اللوح دوت بيبقى 5 سم، فممكن احط لوحين يبقوا 10، احط 3 الواح يبقوا 15، في منه 4 سم، فممكن احط لوحين 5 ولوح 4، يعني هكذا. فعشان عملية التنفيذ دايما اختياري للسكنس بتاع البلاطة بيكون اي رقم زوجي او الفردي اللي فيه ايه اللي فيه 5 فقط. طبعا 12 ولا 14 ولا 15 ديت انا هفرضها واشيك عليها في الاخر. طب هفرضها عشوائي؟ لا، في معادلات امبيريكال ديبند على بحر البلاطه زي ما هنشوف شويه كده، هي دي اللي انا هفرض بيها الايه السكنس في بدايه المساله. طبعا الفلور كفر بيختلف حسب نوع التغطيه، واحنا اتفقنا مع بعض ان انا هفرضه ب 150 كيلو جرام زي ما هو واضح قدامك لو انا ما اديتهولكش. طبعا هو بيشمل العزل، الرمل، المونة، والسيراميك أو الإيه البلاط اللي أنا هستخدمه في الإيه في عملية التشطيب. طيب اللايف لود زي ما إحنا قلنا ده بيكون وفقا للكود المصري للأحمال، وده بيتوقف على استخدامية المنشأ، هل المنشأ ده سكني ولا إداري ولا مستشفى ولا دور عبادة، بيتغير حسب استخدام الإيه المنشأ. فاحنا عشان ما عناش كود الاحمال في الامتحان فانا هديك اللايف لود، لو ما اديتهولكش هتفرده ب 200 كيلو على المتر المسطح على اساس ان انت ايه منشأ سكني زي ما انا ايه اتفقت معاكم وزي ما احنا عارضين. الجدول اللي انا عارضه ده جاي من كود الاحمال، ده الكود اللي المفروض ان انت تخش تجيب منه الايه الحمل الحاجي. طيب بعد ما حسبت الديد لود واللايف لود هبدأ احسب الدبليو التيمت سلاب، لان الحمل كده بدون فاكتور اوف سيفتي عشان احنا بنصمم بطريقه الالتيميت، فالفاكتور اوف سيفتي بتاعي باخده في الاحمال. فهبدا احسب الدبليو التيميت سلاب زي ما قلنا ان اللود كومباينيشن اللي هي بتاعه الالتيميت، اما باخد الديد زائد اللايف اجمعهم اضربهم في 1.5، ده لو نسبه الدبليو لايف على الدبليو ديد اقل من 75%، لو اكبر يبقى بضرب الديد في 1.4 واللايف في 1.6 زي ما احنا ايه طيب الحمل بعد ما حسبت الخطوة التالية زي ما قلت بقى ال5 خطوات اللي لسه شارحها، ان انا اشوف الحمل ده مساره ايه، هل في اتجاه واحد يعني البلاطة شغالة one way ولا في اتجاهين يعني البلاطة شغالة two way. فهنتطرق بقى لنوعية البلاطة حسب انتقال الحمل. النوع الاولاني اللي هي one way solid slab اللي هي بلاطة ذات اتجاه واحد، في الوقت دوت بيكون انحناء أو البندنج مومنت بتاع البلاطة في اتجاه واحد، لأن الحمل مساره هو اتجاه ايه واحد زي ما احنا شايفين. طبعا الحمل عنده اتجاهين، اتجاه قصير وكبير، أكيد هيمشي في الاتجاه الايه القصير. الوان واي هي حالة من الاتنين، إما إن أنا عندي كمرتين بس فكده مفيش أي حل غير ان البلاطه تبقى سبورت عليه، يبقى الحمل هيمشي في اتجاه واحد اللي هو ايه الاتجاه العمودي على الايه على الكمرتين زي ما احنا شايفين، او ان البلاطه تكون ب4 كمرات لكن نسبه استطالتها عاليه،
يعني لو قسمت ال L لونج على ال L شورت تطلع نسبة استهلاكها أكبر من 2، فهنا الحمل كله هيمشي في اتجاه ايه؟ واحد. زي ما احنا شايفين لما اجي اخد هنا شريحة هاخد شريحة في الاتجاه القصير بس، لأن الشريحة اللي في الاتجاه الطويل اللود اللي عليها كام؟ زيرو، مفيش لود. يبقى لو البلاطة سبورت على 4 على كمرتين يبقى هي وان واي، مفيش حل، يعني مفيش اتجاه تاني يقدر الحمل ايه يروح. لو على 4 كمرات في احتمال من الاتنين، ان تبقى وان واي او تو واي. لو نسبة الاستطالة عالية، اللي هي جبت نسبة الاستطالة قسمت الطول على العرض لقيته أكبر من 2، يبقى الحمل كله هيمشي في الاتجاه القصير زي ما احنا ايه شايفين. وفي الوقت دوت يبقى أنا محتاج أحل شريحة في الاتجاه القصير بس، لأن الشريحة اللي في الاتجاه الطويل اللود بتاعها بكام؟ بصفر. تمام؟ يبقى قدامنا ظاهر عندنا شكل اللود ديستريبيوشن بتاع البلاطة الوان واي، الحمل كله في اتجاه ايه؟ واحد، اللي هو الاتجاه القصير. طيب لو البلاطة سبورت على 4 كمرات بس نسبة استطالتها أقل من 2، يعني قسمت الطول على العرض لقيت النسبة أقل من 2، يبقى في الوقت ده الحمل جزء منه هيمشي في ال L شورت وجزء هيمشي في ال L لونج. بنسبة قد ايه؟ بنسبة ألفا وبيتا. جزء من الحمل نسبته ألفا هيمشي في الاتجاه القصير، وجزء من الحمل نسبته بيتا هيمشي في الاتجاه الايه الطويل. طبعا احنا متوقعين ان قيمة ألفا اكبر من بيتا، لان الحمل الاكتر هيميز ان هو يمشي في الاتجاه الايه القصير او الاتجاه السهل اللي يتنقل منه للكمرات او السبورت بشكل ايه سلس. طبعا في الوقت ده زي ما احنا شايفين هضطر لما اجي احل البلاطه اخد فيها شريحتين، شريحه في الاتجاه القصير هيبقى عليها دبليو الفا، وشريحه في الاتجاه الطويل عليها دبليو ايه بيتا زي ما احنا شايفين. والشريحه اللي انا باخدها زي ما اتفقنا عرضها 1 متر، بحل واحد ايه 1 متر. في الوقت ده لما اجي اخد شريحه في الاتجاه القصير هيبقى عليها الفا في دبليو التيميت سلام، في الاتجاه الطويل هيبقى عليها بيتا في الدبليو التيميت سلام. وزي ما احنا كاتبين اهوت ان ألفا هتكون أكبر من بيتا، لأن الحمل الأكبر هيمشي في الاتجاه الإيه القصير. الجدول اللي أنا بستعرضه قدامك ده هو الجدول بتاع الإيجيبشن كود أو الكود المصري، تيبل 6.1. التيبل دوت بنجيب منه قيم ألفا وبيتا غير ألفا وبيتا بتوع الكاميرات. زي ما قلت ألفا وبيتا بتوع الكاميرات اللي إحنا بنحول الحمل النون يونيفورم اللي هو مثلث أو شبه منحرف لحمل منتظم. أما الألفا والبيتا اللي هنا فدول نسبة توزيع الأحمال في الاتجاه القصير والاتجاه الإيه الطويل، بجيبهم depend على الـ R. الـ R اللي هي نسبة الاستطالة، يعني بقسم الطول على العرض طلع 1 1 1 1 2 لحد 2 اللي هي آخر التو واي، بجيب قيمة ألفا وإيه وبيتا. ده اسمه جدول الكود المصري لتوزيع الأحمال في البلاطات المصمتة المرتكزة على إيه كاميرات. طبعا في جداول تانية للتوزيع، خلينا في دوت لو أنا عندي اللايف لود أقل من 500 بستخدمه، لو أكبر في جدول تاني اسمه تيبل بتاع جراشوف بيجيب قيمة وألفا وبيتا بنسبة إيه مختلفة. لو أنت خدت بالك وجمعت ألفا وبيتا عند أي نسبة استطالة بتلاقيها إن هي مش بواحد، إن هي حوالي 70%، 7 من 10. أمال ال 30% راحوا فين؟ قال لك ده حمل هيروح دايركت لود للإيه؟ للكاميرات، مش هتتأثر بيه الإيه؟ البلاطة نتيجة تماسك أو الكورنر إفكت بتاع الإيه؟ بتاع الكاميرات. ممكن أحسب ألفا وبيتا من الجدول لو أنا مديك الجدول، لو مش مديك الجدول هديك الإيكويشن. الإيكويشن دي اللي اتحسب منها الألفا وإيه؟ وبيتا، وهي إيكويشن دالة في الإيه؟ في الـ R اللي هي نسبة الاستطالة. ألفا بتساوي نص R ناقص 0.15، وبيتا بتساوي 0.35 على R إيه؟ R تربيع. طيب الـ R اللي أنا بتعامل معاها مع الجدول هي عبارة عن M لونج أو M 2 أو M بي، عشان بس هتقراها كده في كذا مكان، في ال L لونج على M1 في L شورت أو M A في L شورت.
ال A وال B اللي هو ال L long وال L إيه شورت. إيه قصة M1 و M2؟ ده معامل بياخد اتصال البلاطة في الاعتبار. لو أنا البلاطة بتاعتي سيمبل سيمبل يعني مفيش بلاطة يمينها ولا شمالها، يبقى ال M بواحد. لو البلاطة متصلة من ناحية واحدة يعني في بلاطة يمينها ومفيش بلاطة شمالها، يبقى ال M بتاعتي 0.87. لو متصلة من الناحيتين يبقى 0.76. ال M اللي هي بتجيب تأثير الاتصال أو المسافة بين نقطتين انقلاب الإيه؟ العزوم، اللي العزم بيبقى موجب ويقلب سالب. طب أنا عندي اتنين M، M A و M B، M في الاتجاه الطويل و M في الاتجاه القصير. ال M اللي أنا بقولها دي أنا واحدة فيهم هي الاتنين، بس لما باجي أشوف اللي في الاتجاه القصير أشوف الاتجاه القصير اتصاله إيه؟ يعني لو عندي بلاطة متصلة من ناحية واحدة في الاتجاه القصير ومتصلة من اتجاهين في الاتجاه الطويل، يبقى ام ايه 0.76، ام بي بوينت، ام اي 0.87 متصلة من ناحية واحدة، ام بي اللي هي في الاتجاه الطويل متصلة من ناحيتين ف0.76. يبقى الام سواء ام اي او ام بي هي رقم من 3 ارقام ديبند على اتصال البلاطة في اتجاه العمل او الاتجاه اللي انا شغال ايه فيه. اخر نوع في البلاطات من حيث انتقال الحمل هو الكانتليفر سلاب، اللي هي البلاطه بتاعت البلكونه. هنا دي نوع خاص من وان واي، يعني هي البلاطه هتمشي في اتجاه واحد بس محمله على ايه، على كاميرا واحده اللي هي جنب الايه المنشأ زي ما احنا شايفين. يبقى سواء وان واي او كانتليفر يبقى هاخد شريحه في اتجاه واحد، تو واي يبقى هاخد شريحه في الايه في الاتجاهين. طيب عايزين نتعرف بعد كده التي اس. انا لما كده احسب الحمل قلت اون واي اللي هو التي اس في الجاما كونكريت. طب التي اس دي هتجيبها ازاي والمفروض ان انا احسبها في نهاية المسألة او في نهاية الحل؟ هفرضها في الاول وبعد كده تشيك عليها في الايه في الاخر. وعندي حاجة اسمها الافكتيف سبان، يعني انا لما اجي اخد البحر اللي هحسب منه المومنت انهو بحر اللي هشتغل عليه. فهنبدأ نتعرف على حاجة اسمها السلاب سيكنس اللي هي تي اس، والإفكتيف سبان اللي هو ال إفكتيف. هنا بيقول لك لو أنا عندي البلاطة سيمبل سبورت أو بلاطة متصلة والبي اللي هو عرض الكاميرا أقل من 20% البحر الحر بتاع البلاطة، البحر الحر اللي هو من وش الكاميرا لوش الكاميرا، في الوقت دوت بناخد ال إفكتيف هي الرقم الأكبر من حاجتين، ال نوت اللي هو البحر الصافي زائد تي اس، او 1.5% ال نوت. طيب لو البلاطة بتاعتي متصلة والبي اكبر من 20% ال نوت، في الوقت ده بناخد ال افكتيف بتساوي ال ايه. احنا عادة لو الكاميرا بتاعتي 12 او 25 على طول بشتغل ال افكتيف بتاعتي سنتر لاين تو سنتر لاين الكاميرا، بس قيم ال effective اللي احنا قلناها ديت هي القيم اللي مذكوره في الايه في الكود. لما بيبقى عرض الكاميرا صغير ما بيبقاش فارق كتير، فاحنا بناخدها سنتر لاين تو ايه سنتر لاين، فما بتبقاش فيها مشكله. بالنسبه للكانتيليفر ال effective بتساوي ال نوت زائد تي اس، او من سنتر لاين الكاميرا لحد الايه النهايه. طيب عشان افرض التي اس، الجدول اللي انا مديهولك ده موجود في الكود المصري، جدول رقم 14، بيقول لي انك لما تيجي تفرض التي اس لو بلاطه مصمطه بسيطه الارتكاز باخد التي اس ال على 25، يعني نسبه السكنس للبحر ال على 25. لو مستمره من ناحيه يبقى ال على 28، مستمره من ناحيتين يبقى ال على 31. لو هي كانت ليفر سلاب بلاطه كابوليه يبقى ال على 10. انه ال المفروض ال افكت مش كده، بس احنا بناخدها بقى خلاص يعني زي ما اتفقنا اللي هي سنتر لاين تو ايه سنتر لاين. يبقى في البلاطه المصمده لو هي سيمبل هافرض السيكنس ال على 25، متصله من ناحيه يبقى ال على 28، متصله من ناحيتين يبقى ال على 31، لو كابول يبقى ال على ايه على 10. وفي الاخر السيكنس بتاع البلاطه في كل الاحوال ما يقلش عن 10 سنتي، ولازم يكون رقم ستاندر اللي احنا اتفقنا عليه، رقم زوجي او فردي فيه ايه 5، يعني اخد 10 12 14 ممكن 15 16 18 20
22 24 بعد كده 25 وهكذا. طبعا انا لو وصلت لسمك كبير كده يبقى البلاطه المصمته غير ايه، غير اقتصاديه، وجدوتها الاقتصاديه بقت ايه، مش فلو انا عندي البلاطه one way هنشتغل على ال L effective زي ما قلنا، وناخد L على 30 على 35 على 40، والسمك لا يقل عن 10 سم في الجميع.